اشتغلي اشتغلي. صرنا هون سنة تقريبا نازلين من ريف حماة الشرقي عقير بات، ومثل ما تشوف يعني هاي الأرض احنا أخذينها بالأجار، أرض زراعية يعني من يجيها الشتاء خالص واحد صار يعني احنا ساكنين بوحل، عرفت علي شلون؟ وعندنا مثل ما شفت الخيام هذه كلياتها مهترية، يعني من جاتنا العصر المرحيات اللي هبط هبط واللي لسعه ماشي حاله واللي فوت المي واللي صار الطين واللي كلياته خرب، والبطانيات كما شفتها بعينك كلياتها مي، والفراش مي، والخيمه طايفه مي كلياتها شفتها، عرفت علي؟ يعني احنا هي صار لنا سنه الله وكيلك بهالخيم هاي شايفها، شفت عينك خيش